اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، وفي الفيديو ده هنتكلم عن ماده الاناتومي. الاناتومي يعتبر من المواد المهمه بالنسبه للناس اللي بتدرس بيزك ساينس بشكل عام، كمان بالنسبه للناس اللي بتحضر لامتحان يو اس ام ال ستيب 1. تعال اول كده نتعرف على محتوى الماده. بالنسبه للاناتومي الخاص بالبيزك ساينس فهو عباره عن جزئين. الجزء الاولاني الجروس اناتومي، وده بيشمل الهيد والنيك، الابر ليمب، الشيست والابدومن واللور ليمب. والجزء الثاني هو النيورو اناتومي، وده بيشمل البرين والسباينال كورد. اما بالنسبه لليو اس ام ال فالموضوع مختلف شويه، لان انا عندي ماده الهيستولوجي وماده الامبريولوجي، ده عباره عن جزء من الاناتومي. فعشان كده انا عندي اناتومي اليو اس ام ال بيحتوي على الهيستولوجي، امبريولوجي، وجروس اناتومي، ونيورو اناتومي. ده كده محتوى الماده بشكل عام، ولكن هدف رئيسي من الفيديو ده هو ازاي نتعامل مع ماده الاناتومي اثناء المذاكره. يعني غلطه كبيره بيقع فيها يعني طلبه كتير وهم بيذاكروا الاناتومي، ان هم بيتعاملوا مع ماده الاناتومي زي اي ماده تانية، زي مثلا الباثولوجي، زي الفسيولوجي، ولكن الموضوع مختلف شويه. الاناتومي ليها طريقه مذاكره مختلفه، لا ده كل جزء من الماده ذات نفسها ليه طريقه مذاكره مختلفه. تعالوا ناخد مثال. يعني مثلا يا جماعه الجروس اناتومي، خلينا لو عن معلومه كده في الاول، ان ماده الاناتومي ماده مجهود شخصي كامل. يعني انا ممكن اعتمد على المحاضر او الفيديوهات او الشرح في اي ماده تانية، لكن الاناتومي انا محتاج يعني يكون 50% بعتمد فيهم على المحاضر او الشرح، وال 50% التانيين بعتمد على نفسي فيهم. بمعنى ان انا مثلا جزء الجروس اناتومي وانا بذاكره محتاج اشوف الاستريشن وكلر ديفوت لكل حاجه، مثلا بشوف البريكال بالاكسس، او بشوف الكورس بتاع الاورطه، او بشوف في الكورس بتاع الالنر نيرف، انا محتاج ان انا اشوف الاستريشن وكلر ديفوت لكل جزء بذاكره في الاناتومي. لو ما عملتش كده مش هفهم الماده كويس. مثلا جزء زي الهيستولوجي، يعني بالنسبه للبيزك ساينس فالهيستولوجي مهم، بالنسبه لليو اس ام ال فهو مش مهم كماده على قد ما هو مهم عشان افهم الهيستوباثولوجي. يعني انا عندي مجموعه كبيره جدا من الامراض بيبقى ليها هيستوباثولوجيكال الستريشن او كلينيكال بيكتشر كده يعني، فدي ممكن تيجي لي في الامتحان. فانا لو مش فاهم النورمال اصلا هيبقى صعب عليا ان انا افهم الابنورمال، بالذات مثلا في شابترز زي مثلا الرينال، زي مثلا الريبرودكتيف، الحاجات ديت الهيستوباثولوجي مهم فيها شويه. فبالتالي انا محتاج افهم هيستولوجي، ومش هفهمه الا لو شفت صور للشرايح بتاعت الهيستولوجي. طيب عندي مثلا جزء الامبريولوجي، مستحيل ثم مستحيل ان انا افهمه بالصور بس. انا عشان افهم هيستولوجي محتاج اشوف انيميشن فيديو. يعني الموضوع بيبقى بسيط جدا، ده طبعا من اول مرحله، من اول فيرتلايزيشن لحد ما بقى عندي يعني فيتوس كامل كده، مرورا بقى بالتراي لامينور ديسك، الاكتوديرم والاندوديرم، الجاستريليشن، الفورجات، فاهمين الكلام ده كله انا مش هفهمه الا لو شفت انيميشن فيديو. الموضوع بيبقى بسيط جدا، واليوتيوب ما شاء الله يعني حافل بالفيديوهات اللي زي كده. طيب بالنسبه لجزء النيورو اناتومي، فالنيورو بشكل عام بتذاكر كنيورو ساينس. يعني انا ما ينفعش افصل ما بين الفسيولوجي بتاع النيورو ولا الاناتومي ولا الباثولوجي. فعشان كده افضل طريقه لمذاكره النيورو ان انا اذاكره كنيورولوجي او نيورو ساينس على بعض. وبرده مهم جدا ان انا اشوف يعني صور توضح البرين ارياز اللي انا بذاكرها. وبرده قبل ما اذاكر الباثولوجي لازم اكون يعني فاهم وحافظ كل برين اريا مسؤوله عن ايه. ما هو انا مش منطقي ان انا مثلا يبقى عندي في ستروك معينه عامله سيمتوم بحفظها في الباثولوجي. انا لو كنت حافظ الاريا ديت اصلا بتعمل ايه في الاناتومي كان الموضوع هيبقى بسيط جدا. فيعني ده ترتيب منطقي لمذاكره الاناتومي. فاذا دي الطريقه اللي هتعامل بيها مع ماده الاناتومي بشكل كلي يعني. طيب خلونا نتكلم عن المصادر المتاحه في الفيديو ده. احنا مش هنعمل ريكومنديشن لكتاب واحد بس، يعني ده احنا هنتكلم عن اكتر من كتاب، لان انا زي ما قلت ان هي ماده مجهود شخصي. فعندي يعني اشهر اطلس في الاناتومي، معظم طلاب طب عارفين اللي هو نتر اطلس ده. يا جماعه مش مصدر مذاكره، يعني ده كتاب كبير اطلس فيه صور، انا مش بذاكر منه، لكن انا برجع له لو انا يعني ايه مش عايز اعمل سيرش على النت على الصور اللي انا عايزها. لا ده الكتاب جامع
معظم او يعني كل تقريبا الالستريشن اللي انا محتاجه عشان افهم الاناتومي. فده يفضل ان هو يكون معايا اصلا من اول ما انا دخلت سنه اولى كليه يعني. طيب بالنسبه للناس اللي بتذاكر يو اس ام ال، خلينا نختصر الموضوع شويه. انا عندي كابلان سيريوس، كابلان بوك في الاناتومي، يعني هو مش افضل كتاب ولكن هو الى حد ما معقول شويه يعني مقارنه بالكتب التانية. هو انا في الاناتومي ببقى محتاج حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هو الكلام اللي هذاكره اصلا، فاهمني؟ والحاجه الثانيه الصور التوضيحيه. فكتاب كابلان يعني جايب الموضوع ده، بس في شويه يعني حاجات ناخدها على الكتاب. جزء الهيستولوجي في الكتاب كبير جدا، فيعني يفضل ان انا اذاكره مذاكره سريعه. يعني انا عايز اقول لكم انه ممكن اتسال السؤال واحد في الامتحان، او حتى ممكن ما اشوفوش في الامتحان خالص، يعني انا اشوفه في شكل هيستوباثولوجي. الكتاب الالستريشن فيه قليله للغايه، يعني تكاد تكون منعدمه بالنسبه لماده زي ماده الاناتومي، فاهمني؟ فالجروس اناتومي انا هعتمد على حاجات اخد منها الصور. بالنسبه برضو لليو اس ام ال، ففي حاجه اسمها الشيلف نوتس، دي جايبه صور للمواضيع اللي احنا بنقول عليها يو اس ام ال اورينتد. يعني انت مش عايز يبقى معاك نتر او تبص فيه او تبص في على جوجل. فالشيلف نوتس دي مجمعه صور بحاجات توضيحيه مهمه جدا، لطيفه جدا، سهله في المذاكره، بتوضح كل حاجه. طيب بالنسبه لجزء النيورو اناتومي في كتاب كابلان، فهو يعتبر لحد ما لطيف وكويس. يعني انا هو مش افضل حاجه يعني افهم منها النيورو اناتومي، ولكن هو افضل حاجه في المصادر اللي موجوده. يبقى انا اقدر اعتمد على كابلان وبالاضافه للشيلف نوتس. طبعا في مصادر اخرى، يعني مثلا في كتاب هاي ييلد في النيورو اناتومي برضو كويس، الصور اللي فيه حلوه، في برضو مجموعه سيتيهات كده كويسه. على فكره النيورو اناتومي يمكن معظم اسئلته في الامتحان باثولوجي وسيتي، فاهمني؟ يعني الهيموريدج بقى بكل انواع الستروك والهيموريدج بكل انواع، ده انا ممكن يجي لي عليها سؤال سيتي في الامتحان. دي حاجات مهمه جدا يعني. التيومرز برضو ممكن يجي لي عليها سؤال سيتي في الامتحان. ف وانا بذاكر النيورو اناتومي لازم اركز على حته الايه السيتي. طيب عندي برضو كتب اخرى، زي مثلا في بي ار اس في الاناتومي، في النيورو اناتومي، هو بالظبط هو اصلا كتاب هايلد. في كتاب هايلد في الامبريولوجي، كتاب لطيف اقراه بسرعه، هو كتاب اصلا حجمه صغير بس اقراه بسرعه. ولكن برضو للناس اللي بتحضر يو اس ام ال، انيميشن فيديو اهم حاجه في مذاكره الامبريولوجيا. يعني ده كده بالنسبه لماده الاناتومي. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشيروه مع زمايلكم عشان يستفادوا، وانتظرونا في الفيديوهات الجايه.